اهلا بيكم مشاهدينا في كل مكان. النهارده هيكون في ضيافتنا معالي السفير محمد عبد المنعم الشاذلي، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجيه. ارجوكم تابعوا معنا الحلقه لانها حلقه ذات طابع خاص جدا. مشاهدينا في كل مكان، بيسعدنا ان يكون في ضيافتنا اليوم معالي السفير محمد عبد المنعم الشاذلي، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجيه. اهلا بحضرتك يا فندم، واحنا سعداء جدا بتواجد حضرتك معنا. اهلا بيكي، وانا سعيد بوجودي معك. في البداية لو اتكلمنا عن المحطات الدبلوماسية اللي بتعد نوع من أنواع الركائز الأساسية في بناء الخلفية السياسية لكل دبلوماسي، اسمح لنا ان احنا ممكن ناخد جولة سريعة لأبرز المحطات الدبلوماسية في حياة حضرتك، ونبدأها تحديدا بدولة السلفادور. شوفي، زي ما قلتي، البلاد أو تاريخ الخدمة بيشكل الشخصية ويشكل الوعي لحد كبير. يعني زي ما حضرتك تفضلتي قلتي، انا بديت خدمتي في الخارج في سفاره مصر في السلفادور، قعدت فيها من سنه 1975 لسنه 1979. كانت محطه الحقيقه يعني في غايه الصعوبه، لان اولا كانت غربه هائله. يعني تخيلي ان انت قعدتي في بلد اولا ما كانش فيها مصري واحد، ما كانش فيها مسلم واحد، ما كانش فيها افريقي واحد، كانت بتمر بحرب اهليه واحداث عنف شديده وقتل واغتيالات في الشوارع وانفجارات في المرافق العامه، اضافه الى هذا زلزال اتى على 20,000 شخص، مع انعدام الاتصال. يعني انت النهارده لو في انت في اي مكان في العالم بالموبايل بتكلمي اهلك، بتكلمي اصدقائك. في هذا الوقت ما كانش في موبايل، ما كانش في دايركت، كانت هناك المواصلات في حاله سيئه جدا. وفي مصر اللي يتذكر في هذا الوقت كانت برضو الاتصالات مع في مصر برضو سيئه. قعدت 4 سنين في السلفادور، يعني استطعت ان انا اجري يمكن في خلال ال4 سنين دول 4 مكالمات تليفونية. طب هل احنا ممكن اسأل حضرتك تحديدا كان ايه الدور المطلوب من حضرتك تنفذه في الفترة دي في السلفادور تحديدا، بما ان احنا كنا اول دولة عربية واسلامية متواجدة في هذه البلاد؟ شوفي، هقولك على حاجة. في ناس كتير كانت تقولك ايه لازمة وجود سفارات في بلاد زي السلفادور. انا شخصيا كدبلوماسي محترف، انت لو جبت النهارده مدرس وقلت له ايه رايك ان نقلل عدد المدارس يبقى مش مقتنع بعمله. لو جبت دكتور وقلت له نقلل عدد المستشفيات يبقى مش مقتنع بعمله. انا برضو يعني عندي حساسيه ضد اغلاق السفارات. ليه؟ الدبلوماسيه انك لما بتبصي على العالم زي عارفه لعبه البازل اللي فيها قطع صغيره بتحطيها جنب بعض فيبان لك صوره كامله. كل ما عندك قطع اكتر كل ما بتشوفي صوره اوضح. السفارات هي عباره عن اجزاء من البازل اللي بتبين لك الصوره العامه للعالم، حتى تستطيع ان تبني سياساتك وتبني استراتيجياتك على اساس سليم. عمليه ان يكون لك، يعني برضو في ناس يقول لك يعني ايه ده امريكا يمكن عندها عدد بعثات اقل من مصر، وده كلام غير صحيح الحقيقه. امريكا عندها بعثات اكتر مننا بكتير، ولكن حتى بقول لك لو هذا الكلام صحيح، امريكا لها عين في كل حتة، لها الوكالات الانباء، اليونايتد بريس، الاسوشيتد بريس، السي ان ان، الشركات الكبيرة، كل ده عين واذن للولايات المتحدة. انت بلد زي السلفادور دي ما كانش فيها عين عليها او اذن فيها الا مصر، الا السفارة. فبالتالي دور مهم انك تنقلي لمصر ما يجري في هديلك برضو مثلا على أهمية هذه البلاد. أيام حرب فلسطين حصلت الهدنة الأولى، وكان من أهداف هذه الهدنة
منع السلاح عن الطرفين المتحاربين. إسرائيل حصلت على سلاح عن طريق نيكاراجوا اللي هي كانت برضو احنا كنا بنغطيها من السلفادور دون اي رقيب. في قرار تحصين فلسطين اللي رجحه صوت جواتيمالا اللي احنا برضو كنا بنغطيها ولان كان هناك جهود صهيونية في غياب عن اي رقابة عربية. فده اهمية انك تتواجدي في كل مكان في العالم حتى تستطيعي ان ترصدي كل ما يهم ويعزز او يحمي الامن القومي للبلد. ماذا تعرف عن السويد؟ هل تبحث عن معلومات وحقائق عن واحدة من أجمل دول العالم؟ إن كنت كذلك فأنت في المكان الصحيح. السويد واحدة من الدول الأوروبية الهامة باعتبارها عضواً في الاتحاد الأوروبي منذ عام 1995، بجانب عضويتها في دول الناتو. تخضع السويد للحكم الملكي وعملتها الرسمية هي الكرونة السويدية. تعتبر العاصمة ستوكهولم أكبر مدن السويد. اليوم سنتعرف سوياً على مجموعة من أهم الحقائق عن دولة السويد. السويد هي بلد الغابات، حيث تبلغ مساحة الغابات في السويد حوالي 280 ألف كيلومتر مربع، وهي تعادل حوالي ثلثي مساحة الدولة ككل، وتلك الغابات نصفها مملوك لمواطنين عاديين والربع مملوك لبعض الشركات الخاصة. تبلغ المساحة الإجمالية للسويد 447,435 كيلومتر مربع، لتكون بذلك خامس دولة أوروبية من حيث المساحة، إلا أنها ثاني أقل دولة من حيث الكثافة السكانية في أوروبا. تم تصنيف جواز السفر السويدي كثالث أقوى جواز سفر في العالم، حيث يتيح الدخول إلى 124 دولة بدون تأشيرة، وفي تلك الدول يمكن الحصول على تأشيرة دخول إلى 33 دولة أخرى. لو انتقلنا مع حضرتك للمحطة الثانية وهي دولة السويد، حضرتك كنت في المحطة الأولانية بتذكر إن احنا ما كانش لينا أي تواجد في سلفادور، وكان طبعا كان أول تواجد عربي ومصري وإسلامي فيها، لكن بالنسبة للسويد في اختلاف جذري. السويد كان عندها أكبر جالية مصرية، إزاي حضرتك بدأت بقى تتعامل مع الجالية المصرية بهذا العدد في دولة أخرى وهي السويد؟ الحقيقة الجالية المصرية في السويد من الجاليات الممتازة التي تشرف بلدها تشريف كبير جدا. كان فيها مجموعة من أساتذة الجامعة، كان فيها مجموعة من الأطباء، من المهندسين، من الصحفيين، يعني حتى أقول لك كان هناك رجل اعتزيت جدا بصداقته، الدكتور مأمون محمد، ده كان أستاذ كيمياء في الجامعة. لما اتنقلت إلى الإمارات سفير، حصل الدكتور زويل على جائزة نوبل، طلبوا مني في الإمارات ان هم يستضيفوه، وقالوا لي ان احنا كلمناه واعتذر لمشاغله. فاتصلت بالدكتور مأمون وهو صديق للدكتور احمد زويل، فكلم الدكتور زويل ووافق مشكورا على انه يجي، وعمل الحقيقة يعني جولة رائعة بشخصيته الرائعة. فده يوريلك ان الجالية دعم وسند للسفارة. يعني أنا دايما بنقول إيه، ماذا تقدم السفارة للجالية وكيف تدعم السفارة. لا، هناك أيضا جانب آخر للعملة، كيف تدعم الجالية السفارة. وأنا يعني حساس جدا لهذه النقطة، لأني قلت لك أنا اشتغلت في السلفادور ما كانش فيه ولا واحد مصري فيها، اشتغلت بعد كده في السويد كان في جالية كبيرة، اشتغلت بعد كده في العراق كان في 2.5 مليون مصري في العراق، اشتغلت في الإمارات كان في حوالي 200 ألف،
في الدنمارك، وده على وفي فكرة الدنمارك، يعني نقدر نقول ده البوست التاني فكل بعد ده السويد. كان الواحد يشعر إلى أي مدى إن الجالية هي سند وظهر وعضد للسفر. إذن زي ما حضرتك بتقول إن التنوع البشري اللي كان موجود في السويد ده أضاف للسفارة المصرية، لأنه عمل لها نوع من أنواع الدعم والتواجد اللي بقى ليه بصمة بعد كده في البلد نفسها. طب لو اتكلمنا عن الدنمارك، حضرتك اللي كان المحطة التالية بعد السويد كانت الدنمارك، إيه اللي كان بيفرق ما بين التواجد في دولة زي الدنمارك والتواجد في السويد؟ من حيث طبعا أداء حضرتك ومهام حضرتك الوظيفية، وأيضا كدول برضو تعتبر من آسيا. شوفي، برضو الدنمارك كان فيها جالية مصرية في غاية الروعة، يعني الحقيقة كانت تجربة يعني ثرية ومثمرة. السويد والدنمارك بيجمعهم تجمع اسمه التجمع النوردي، ده بيضم السويد والدنمارك والنرويج وفنلندا وأيسلندا. هذا التجمع قياداته معظمها وحكوماته كانت من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، فلهم تجربة اشتراكية رائعة. أولا جعلت هناك حالة من الرخاء في البلد، و الضمان الاجتماعي رائع، وبيضمن للمواطن التعليم والعلاج وحد أدنى من الحياة الكريمة. تجربة الحقيقة مبهرة. ده كان سنة كام تحديدا حضرتك؟ أنا اشتغلت في الدنمارك من سنة 92 إلى سنة 95. أنا دايما حتى كنت بأنادي بإن إحنا دايما لما بنبص لأوروبا، لما تجيبي المصري أو يمكن حتى العربي الأفريج وتسأليه عن أوروبا، يتحدث عن إنجلترا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا يعني وممكن أسبانيا. هناك جانب آخر لأوروبا هو الدول النوردية، ودي تجربة الحقيقة تستحق الدراسة وتستحق أن نقيم معاها علاقات مميزة، لأنها أولا بتحافظ على آدمية الإنسان. يعني أنا اليومين اللي فاتوا دول أسفت أسف شديد لأن السويد قررت أن وفنلندا قرروا أن هم يتخلوا عن حيادهم التقليدي وينضموا إلى حلف شمال الأطلنطي. ده أنا بعتقد أنها يعني خطوة سلبية للغاية. السويد استطاعت أن تنأى بنفسها عن الحروب وعن النزاعات. آخر حرب دخلتها السويد، أو آخر معركة اللي هي بيطلق عليها معركة الأمم أو معركة لايبزيج، سنة 1814 أيام الحروب النابليونية، ولم تدخل حرب منذ هذا التاريخ. عشان كده كان في نوع من أنواع الانتعاش الاقتصادي نتيجة برضو ابتعدت القرارات دي بنفسها. يعني السويد من أكبر الدول اللي بتنتج السلاح بالرغم من حياتها، وسلاح متقدم جدا، لكنها نأت بنفسها عن أن تصدر السلاح لأي مكان فيه التهاب أو فيه صدام. ده بيخليني ارجع تاني اعيد على حضرتك سؤالي، كان ايه المهام المطلوبه من حضرتك في الفتره دي، فتره تواجد حضرتك في السويد تحديدا؟ واضيف له سؤال تاني، حضرتك شايف ايه المهام اللي ممكن تبقى مطلوبه من سفيرنا المصري المتواجد حاليا في السويد؟ شوفي، زي ما قلت لك، يعني الدبلوماسي او السفير ليه معاه يعني مهام ثابته. اولا الصفه التمثيليه، انت بتمثلي مصر، بتقولي انا مصر، دي مصر، لازم تقدميها في ابهى صوره، يعني زي وبتزيد كلما انكمشت العلاقات. يعني انت النهارده زي ما قلت لك لما كنا
في السلفادور، ما في اي نوع من انواع العلاقات. انما دور الدبلوماسي المصري هناك نقول لهم ان في بلد اسمها مصر، في حضارة مصرية عريقة، في قيم مصرية كبيرة، في اسهام مصري في تشكيل العالم. مصر دولة مؤسسة للأمم المتحدة، مصر دولة مؤسسة للجامعة العربية، مصر دولة مؤسسة للاتحاد الأفريقي، مصر دولة مؤسسة لحركة عدم الانحياز. مصر بتسهم في الحضارة والسلم الدولي. مصر من أكبر الدول المشاركة بقوات حفظ السلام في بؤر التوتر في العالم. هي دي مصر. يعني عملية ان انت تقدمي مصر في أبهى صورة. كده اختم حلقتنا النهاردة مع معالي السفير محمد عبد المنعم الشاذلي عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية. أشكركم لحسن المتابعة وإلى لقاء آخر.